سودو بنكرياتيك سيست سمعت عنها في البطن. بعد كده كنا جينا قلنا العيال في سيرجيكال ايمرجنسي، فيعني في سيرجيكال ايمرجنسي كنا بنعمل لهم انفستيجيشن. الانفستيجيشن كنا بنقسمها ازاي بقى؟ اي سيرجيكال ايمرجنسي هنقسم الانفستيجيشن لاب وهنقسم الانفستيجيشن ايه؟ راديولوجي. لاب كنا عايزين نشخص انا عندي اكيوت بنكرياتيتس، كنا بنشخصه بحاجه من الاثنين، يا سيرام ايه؟ اميليز، يا كنا بنشخصه بسيرام ايه؟ لايبيز. وقعدنا نتكلم شويه على الاميليز. الاميليز لازم يعلى في الدم على الاقل كم مره عشان نقول دي اكيوت بنكرياتيتس؟ ثلاث مرات، لازم يعلى في الدم على الاقل ثلاث مرات. الاميليز كان بيعلى في الدم بعد قد ايه؟ اون ذا سبوت، لا مش اربع ساعات. الاميليز كان بيعلى اون ذا سبوت وبيرجع نورمال بعد قد ايه؟ يكون نزل خلاص في اليورين والهاف لايف بتاعته خلصت. كان بيرجع بعد 48 ساعه. عشان كده لو لقيت السيرم اميليز اقل من 1000، الارقام دي مش ارقام اكيوت بنكرياتيتس. دي لما الاميليز يعلى كده بسيط، دي ارقام بتاع ميزنتريك باسكولار اوكلوجن. الحمد لله ان ميزنتريك باسكولار اوكلوجن مش داخل في الامتحان، تمام؟ ميزنتريك باسكولار اوكلوجن وليه ما ندخله يعني جت على ميزنتريك باسكولار اوكلوجن، تمام؟ فلو لقيت السيرم اميليز عالي حاجه بسيطه مش عالي بتاع اكيوت بنكرياتيتس، اروح ادور عليه فين؟ ادور عليه في اليورين بقى، ما هو مش موجود في الدم يبقى نزل فين؟ في اليورين. فكنا بندور على حاجه في اليورين اسمها ايه؟ اي سي ار. اميليز كرياتينين كلينس ريشيو، المفروض الكيدني بتنزل كرياتينين اكتر من الاميليز. لما في الاكيوت بنكرياتيتس المفروض الكيدني بتنزل مين اكتر من مين؟ لا في الاكيوت بنكرياتيتس هتنزل مين اكتر من مين؟ نازل اميليز اكتر من كرياتينين، فالريشيو دي تبقى اكتر من كام؟ خمسه. هي الريشيو دي تقريبا 1 او تبقى اقل من 1 يعني. لو لقينا الريشيو 2، لو لقينا الريشيو 2 يبقى العيان كان فعلا عنده ايه؟ عنده الاميليز كان عالي، بس الاميليز كان عالي نوت ديوت وات؟ اكيوت بنكرياتيتس. عشان تعرف ان دي اكيوت بنكرياتيتس فلازم نلاقي الاميليز كرياتينين كلينس ريشيو اكتر من كام؟ من خمسه، تمام؟ لو الاميليز مش نافعني خالص ومش عاجبني ولا عارف اعمل اي سي ار ولا مقتنع بيه، فاحنا ممكن بقى ناخد مين؟ سيرم لايبيز. سيرم لايبيز از مور سبيسيفيك. والاميليز على فكره بيطلع من حته ثانيه غير البنكرياس. الاميليز بيطلع منين؟ وعلى فكره يمكن ما قلتش العباسيه في نوعين من الاميليز، في حاجه اسمها في اميليز وفي حاجه اسمها اس اميليز. تفتكروا في الاكيوت بنكرياتيتس هندور على مين اميليز؟ في اميليز. من الاس اميليز ده بيطلع منين؟ سيرم. يعني شيء طبيعي ان احنا ندور على في اميليز، تمام؟ اللايبيز بقى بيطلع من البنكرياس بس. السيرم لايبيز بيعلى في الدم بعد قد ايه؟ السيرم لابيد بيعلى في الدم بعد قد ايه؟ 4 ل 8 ساعات. السيرم لابيد بيرجع للنورمال بعد قد ايه؟ 10 14 يوم. فالسيرم لابيد ده الاحسن. بعد كده عايزين نعمل شويه بقى حاجات لابوراتوري للدنيا اللي باظت دي، فلازم نعمل سيرم كالسيوم، لازم نعمل بوتاسيوم، لازم نعمل جلوكوز، الحاجات اللي باظت، لازم اعمل كيدني فانكشن تيست عشان احسن يكون ده في الفيلير، لازم اعمل ليبر فانكشن تيست وتوتال بيروبين. العيان غالبا هيطلع جوندس، ليه هيطلع؟ بالظبط. لازم نعمل كمان ارتيا بلوك جاسز زي ما اتفقنا. الان ده بيدخل في اسيدوزز. لازم نعمل بي او 2 لان العيانين غالبا بيبقى عندهم ريسبيراتوري امبارسمنت. بلاش ليه العيانين بيدخلوا فين؟ يعني البي او 2 ده مهم ليه؟ العيان يكون داخل فاض في ارديس لازم اعمله بي او 2. طب ايرلي بنعملها ليه بي او 2؟ لان العيان السجين فين؟ لو انا قايم من النوم بس يعني كده واخد شويه برد في ظهري ما بعرفش ايه، انا ما اعرفش اتنفس. فكل السبازم اللي في عضلات الباك ده من ريتروبروتينيا القديمة، كان عندي ريتروبروتينيا القديمة انفلاميشن، كل السبازم اللي في العضلات اللي ورا دي ممكن يبقى العيان عنده شويه ريسبيراتوري امبارسمنت. عشان كده البي او 2 بتاعه بيبقى واطي، بيبقى 70، بيبقى 80، لازم نعمل له بي او 2. مين بقى مهم بالنسبه لازم نعمله؟ ما اعرفش دايما اكيوت بنكرياتيتس فكرتوا بيه، لازم نعمل مين بيعلى في الاكيوت اتاك؟ في حاجه مهمه جدا في الاكيوت اتاك اسمها سيرام واطي. قال لي ايش؟ بدي احنا وقفنا كده امبارح؟ احنا وقفنا كده امبارح. نكمل بقى.
هنعمل لابتوب والداتا شو يصحوا من النوم، تعالوا نشوف هنعمل ايه راديولوجيكال. راديولوجيكال في قاعده عامه بتقول ايه؟ اي عيان بيدخل استبالك راح يقول يا بطني، يعني اي عيان عمرو مجدي كان الصبح في العباسيه بيقول اي عيان بيدخل استبالك راح يقول يا بطني، فبنعمله ايه مبدئيا؟ بلين اكس راي. لو الوجه بتاع العين. ليه بقى اي عيان بيقول يا بطني لازم نعمله بلين اكس راي؟ اي عيان دخل استبالك راح عنده اكيوت ابدومن او انا شاكك في سيرجيكال ابدومن، صباح الخير، مفيش اكيوت ابدومن في الدنيا ما بيعملش وضع. بلين اكس راي. ليه بلين اكس راي ده حاجه مهمه جدا؟ رغم ان تحسوا كده ان بلين اكس راي دي حاجه ايام جدي جدي، بس في الاكيوت ابدومن بقى يعني هي مربط الفرس. اول حاجه بالظبط لو لقينا عين يا بطني يا بطني يا بطني وعملنا له بلين اكس راي ولقينا المنظر ده، طب احتمال يطلع عنده وضع، فما نوصفش. خدوا بالكم انا بتعامل مع اكيوت ابدومن قبل ما بتعامل مع اكيوت ايه؟ بنكرياتايتس. انا بتعامل مع عيان داخل بصوت من بطن، ده اكيوت ابدومن، هنشوف عنده هنا اكيوت ايه؟ ابدومن ليه؟ طبعا كده كده شفنا اكيوت بنكرياتايتس، بس برضه بنعمل له ايه؟ بلين اكس راي. ده الورك اوف بتاع اي عيان عنده اكيوت ابدومن. بلين اكس راي برضه كان في فايندنج تاني، كنا بنحط هنا الديافرام زي كزهرة، كنا بنحط هنا الديافرام وبعدين كنا بنحط هنا شوية هواء. لو لقينا العيان عنده هواء تحت الديافرام يا شادي يا نشأة مش شاطر، الهواء ممكن يبقى عنده ايه؟ بربوليتد فيسكس، ده اكيوت ابدومن عشان طلع عنده بربوليتد ايه؟ فيسكس. يعني هنا بنعمله بلين اكس راي مش عشان نشخص اكيوت بنكرياتايتس، يعني هنا هنعمله بلين اكس راي ان العيان اوريدي عنده ايه؟ اكيوت ابدومن. هنلاقي بقى شوية فايندنجز هبلة، نصبر عليها شوية، هنلاقي شوية فايندنجز هبلة. انا مش هشخص العيان لما الاقي الفاندنجز الهبله دي، الفاندنجز الهبله دي اللي هو بالصدفه في الاكيوت ايه؟ بنكرياتايتس. امال بنشخص العيان ازاي؟ ممكن نشخص العيان بالالترا ساوند، بس الالترا ساوند برضو عليه ديبيت كده، ليه عليه ديبيت؟ ان البنكرياس زي ما انتم عارفين في البطن حاجات الريتروبروتين ما بتبانش بايه؟ بالالترا ساوند. فممكن الالترا ساوند ما يجيبش الاكيوت بنكرياتايتس يعني، بس الالترا ساوند هيساعدني في حاجه، الالترا ساوند هيقول ان في بوليستونز، او الالترا ساوند هيقول ان في دايليتيشن في البيدل تري. ليه الالترا ساوند هيقول ان في دايليتيشن في البيدل تري؟ اللي فيه اوبستراكشن فين؟ في الامبولا ايه؟ اوكي يعني برضه الالترا ساوند ما ايه؟ ما ساعدنيش. الكلينكس راي في فايندنجز هبدا هناخدها دلوقتي، الالترا ساوند ما ساعدنيش. مين بقى الدايجنوستيك في الراديولوجيكال؟ عايزين بقى نعمل حاجه تقول لي ده اكيوت بنكرياتايتس ونحلف ان اكيوت بنكرياتايتس وبتعمل لي كمان جريدنج للاكيوت بنكرياتايتس. سي تي سكان. احسن حاجه شخص اكيوت بنكرياتايتس راديولوجيكال، راديولوجيكال مش لابوراتوري. راديولوجيكال سي تي سكان. تمام؟ تعالى نتفرج على شكل الاكيوت بنكرياتايتس فين؟ في سي تي سكان. ممكن اقعد هنا دقيقة واحدة اسمع. دي 2 years ago كان هو اللي مديها. تمام. بصوا على المنظر ده. ده سي تي سكان، ده سي تي سكان. يلا ده سي تي سكان. مين دي؟ كدني. ومين دي؟ كدني. مين ده؟ سبلين يهبل. مين قال سبلين يهبل؟ دي ستومك، ستومك تبقى كده على الشمال. ايه اللي هجيب ستومك شمال كده؟ هجيبي ايه؟ ايه؟ لا يا ابني ستومك كان دي النايل. اكيد يعني بالظبط حافظ مش فاهم. حافظ دي ستومك. يعني اكيد انا مش هقول لهم هنا حاجه عكس اللي هقولها لكم الصبح يا عمرو، يعني ليه يعني؟ دافعين اكتر مثلا ان هم مش فاهم يعني. صح، انتوا بالعكس انتوا صحيح بدري المفروض تقول لكم اكتر يعني. اللي حصل بتفرض كوبي وبيست بنسبه 99.9%. ولو في فرق بفتكره، تلاقيهم مثلا ساعات كده وانا بشرح اقول
اقول لكم وانا براجع الحته دي ما قلتهاش في العباسيه، او اقول لكم وانا براجع الحته دي ما قلتهاش فين؟ في مدينه نصر. ببقى فاكر حتى لو في سطر اكتر من سطر. ما علينا. دي الاستومك. مين دي اللي فيها هواء؟ اي دي هواء؟ هواء يعني ايه اسود؟ مين دي اللي فيها هواء؟ الكولون بالظبط، كولون منتسم. كولون منتسم يعني مصارين يعني. طيب مين دي؟ اورطه مجين اورطه. دي فرتبرا، عشان فرتبرا دي سباين وبودي. بالبلدي بتعرف كده عند البانكاس عند يلا بيسأل هو في طريقة أعرف بيها الليفل بتعرفه من الباسبس. ده الرينال بين عند ال 2 تمام؟ بص الليفر والسبين ما بنوش، الليفر والسبين ما بنوش، يبقى أنت نزلت تحت ال 1. الليفر والسبين ما بنوش، إحنا تحت ال 1. تمام؟ يلا يلا. مين ده بقى؟ دي الأورطة. وفي ستراكشر قصاد الأورطة 400 مرة أقول لكم في ستراكشر قصاد الأورطة بالعرض. لا مش انفيريور فينيكابل، انفيريور فينيكابل مش قدام الاورطه، في ستراكشر كده مليون مره خدناه مليون مره لما زينا، مين ده اللي قصاد الاورطه؟ لفت رينال بين. ده اللي جاي من لفت كيدني يصب فين؟ في الاي بي سي اللي مش باين، مين ده بقى؟ تخيلوا كل ده البانكرياس، كل ده هو في بانكرياس بالحجم الفظيع ده؟ انت بانكرياس بالحجم الفظيع ده لو فيها اكيوت بانكرياتايتس. ده اكيوت بانكرياتايتس، والحته دي فيها هامورج على فكره. دي سابقه. اللي هي جوه الاورطه دي الانترافينال داي، فالانترافينال داي حصل لها اكسترا بوزيشن هنا، ايه اللي خلى الانترافينال داي تبقى اكسترا بوزيتد هنا؟ هنا في ايه؟ هيمورج. نتفرج على ده. مين دي يا عمرو يا مجدي؟ دي الاستومك تمام؟ ده وزار كونس هنا الاستومك، وهنا الاورطه مش واخده سابقه يعني ستي وات دي بقى برضه وزار كونس، كل دي ستي وزار كونس تمام؟ ويز كونتراست الاورطه واخده ايه؟ طب لا انت مش هتكتبي حاجه في الامتحان، في الامتحان هسالوك اسئله ثانيه فوق مستوى الكونتراست وتحت مستوى الكونتراست. يعني مش هي دي القضيه. مش هي دي القضيه خالص. تمام؟ ده ستي اهو. فين بقى البنكرياس؟ كل ده. ايه اللي خلى البنكرياس كبير قوي كده؟ البنكرياس على فكره حجمه بقى قد الحته دي بس. يعني شايفين رينا البيت؟ هو المفروض يبقى قده مرتين بالكتير قوي. يا ايه اللي خلى البنكرياس كبير قوي كده؟ يعني مثلا في دفعات شاطره كانت بتقول لي حضرتك ده تيومر كبير، ما فيش تيومر بياخد البنكرياس كله. لما البنكرياس يبقى كبير قوي كده يبقى اكيد في وقت اكيوت ايه؟ بنكرياتايز. بس دي ده احسن حاجه تشخص اكيوت بنكرياتايز. مين دي لو حد شاطر؟ يعني انا اسود. مين دي؟ تطلع مين دي اللي هي في الليفر بيد؟ دي جولدن. فين البنكرياس؟ المشاور عليه بالسهم، كل ده البنكرياس. كل ده البنكرياس وفيها اكيوت ايه؟ بنكرياتايتس، تمام؟ مين دي؟ الأورطة. هنا فيها ده هنا؟ هنا مين قال مين دي؟ أورطة مين دي؟ مين دي؟ اللي جنب الاورطه مفلطعه هتطلع مين دي؟ دي الاي بي سي، وكل ده برضه فيها اكيوت ايه؟ بنكرياتايتس. ولو تاخدوا بالكم برضه بس ركزوا في حاجه نفسي تدخلوا فيها، بصوا كده على السمك والباول لوز، مليانين هواء ولا مش مليانين هواء؟ الباول لوز مليانه هواء بزياده والاستومك مليانه هواء بزياده، ليه الباول لوز والاستومك مليانين هواء بزياده؟ فرليتي كيليس. البنكرياتايتس فيه فرليتي كيليس، بصوا كل الهواء الاسود دوت معناه ان الانتستين فيها فرليتي كيليس. مشلوله جواها الهواء. فالاكيوت بنكرياتايتس احسن حاجه تشخص راديولوجيكال بمين؟ بسي تي سكان. عندكم في الورق حاجه كده مكتوبه بوست جرادويت اسمها سي تي جريدنج بتاع الاكيوت بنكرياتايتس اي وبي وسي ودي واي، ممكن نتف عليها دلوقتي. ممكن نتف عليها مش وقتها دي. بالتالي موجوده في سامري ولا مش موجوده في سامري؟ ايه؟ مش موجوده عشان مش مهم. السي تي جريدنج بتاع الاكيوت بانكرياتايتس مش مهم. ايه بقى المعلومه لازم تبقى عارفها في الـ في السي تي؟ سؤال 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 سؤال. احنا النهارده ايه؟ النهارده الساعه كام؟ النهارده الثلاث ولا الاربع؟ احنا الاربع الساعه 4. الاربع الساعه 4 العيان جاله دلوقتي اكيوت بانكرياتايتس. جاله دلوقتي اكيوت بانكرياتايتس. امتى لما يجي يعلى في الدم؟
الساعة 4:30، الساعة 4:30 لما اليد يعرف الدم. السؤال بقى يا عبلة، إيه رأيك يا عبلة السي تي ده يبان الساعة كام؟ يعني إمتى السي تي فايندنج تبقى بوزيتيف في البنكرياتايتس؟ إزيك يا محمود؟ لما السكري يجي مثلا؟ لما نروح بكرة الصبح مندوب يمكن البنكرياتايتس تبان؟ اتليست 24 اورز، اتليست 24 اورز، معلومة مهمة جدا 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 جدا. السي تي فايندنجز، السي تي فايندنجز ما بتبقاش ايفيدنت في الاكيوت بانكرياتايتس غير اتليست افتر وات 24 اورز. يعني لو جالي عيان دلوقتي، لو جالي عيان دلوقتي وانا شاك انه عنده اكيوت ايه؟ بانكرياتايتس، وقال لي البيت بقاله ساعة، وانا عملت له سي تي فالبانكرياس طلع نورمال وانا روحت وقلت له انت يا حبيبي ما عندكش اكيوت بانكرياتايتس، ابقى انا ايه؟ ابقى انا حمار. وانا حمار بديل. لان انا مش عارف ان السي تي فايندنج بتبان بعد قد ايه؟ 24 ساعه. يا فندم؟ في ناس بتعمله في اول يوم يا صلاح. يعني حتى لو انا عملته في استبالك وراح في اول يوم ابقى برضه حمار بديل. لان انا عارف ان في اول يوم المفروض انا كدكتور جراح عارف ان السي تي فايندنج ظبطت ايه؟ ايه؟ زي ما انتوا خدتوا كده في البطن، مش خدتوا في البطن الاستروك ما بتبانش باين كان في هامورج وكان في انفارشن. بان الهامورج كان في ساعتها بس الانفارشن كان بياخد وقت يومين. نفس الفكره بقى. انا فاكر الكلام ده من سنه 5 في الاكيوت بانكرياتايتس. المعلومه دي مهمه ما بتبانش غير بعد 24 ساعه. ايوه حاجة نايم. دي المرارة. هو ده اللي قالت عليه اماني الشاطر ان دي دايليت انترافاتيك داكس. اللي في الليفر دي الحاجات اللي هي البيضه الواضحه دي، دي دايليت انترافاتيك داكس. هو لازم يعمل دايليت انترافاتيك داكس لان عنده صوم فين؟ كله بس تعالي حتى بالصورانه كده تلاقي دايليت انترافاتيك داكس. تمام؟ بتبقى زي قنوات رفيعه بيضه كده بالليل. على العموم يعني اللي خد باله، اي حد غير اماني برضه خد باله من دي الحاجات دي اللي في الليفر يبقى شاطر. لا الدكتور كان بيقول لك مش شرط بس بس انت لو هتقوم في برايورتي او هتقوم في برايورتي لان مش فاكر اساسا هو الاهم كده ولا كده. بالظبط نكمل كلام عاطف. اللي عنده بكره لازم يعمل ايه؟ دي تتحط انفستيجيشن وتريتمنت. الاكيوت بانكرياتايتس ده لو العيان طلع جي اس بي، يعني ايه جي اس بي؟ وفي الكتب بيتكتب كده انا عندي عيان جي اس بي وعندي عيان اي بي. جي اس بي يعني اللي عنده وات؟ جول ستون بانكرياتايتس. واي بي يعني اللي عنده وات؟ الجوريث بانكرياتايتس. لو العيان جي اس بي يعني جول ستون ايه؟ بانكرياتايتس. العيان ده لازم يعمل يارس في بكره الصبح برضه. دي لازم يعمل يارس في بكره الصبح عشان يشيل الستون انفكتد فين؟ في الامبولا بطن. اليارس في كتب كانفستيجيشن وكتب كتريتمنت. هتقولي كاتبه تاني في تريتمنت. من ضمن الانفستيجيشنز العيان يعمل ايه؟ يارس في. يبقى انا من الاخر كده عملت كلينكس راي لان اي عيان عنده اكيوت ابدون بعمل له كلينكس راي. انا من الاخر شفطت العيان بايه؟ راديولوجيكال بالياء زينب بي سي تي. لا راديولوجيكال يا زينب تخصص بالايه؟ بي سي تي. استحاله بعد الصور اللي انا حطيتها دي وانتوا بتذاكروا في البيت ما تعرفوش ان احسن حاجه دايجنوستيك لاكيوت بانكرياتايتس هي سي تي. بس لازم تبقى عارف المعلومه اياها ان سي تي فايندنج ما بتبقاش ابدا غير بعد قد ايه فراويز وحشه 24 ساعه. تمام؟ تمام. طيب البينكس ري احنا مش عملناها عشان الشخص اكيوت بانكرياتايتس. احنا ليه عملنا البينكس ري؟ لان اي عيان عنده اكيوت ابدومنت استبال الجراحه انا المفروض امشي سيستماتيك نعمله كلينكس ري الاول. فالكلينكس ري طلع شويه فايندنجز هبله. ايه بقى الفايندنجز الهبله دي؟ طلع حاجه اسمها سنترال لوب. اتفرجوا على الصوره دي. دي سنترال لوب. ده لوب مليان هبا وفي باراليتيك ايريس. اهو. اول لوب ثواني مش العام ان شاء الله هيجي له باراليتيك ايريس؟ اتفقنا العام هيجي له باراليتيك ايريس تمام؟ اول لوب ان كونتاكت مع البانكرياس بيبقى فيه لوب من الانتستين قريب من البانكرياس. ده اول لوب بيحصل فيه وقت باراليتيك ايليس بيسموه سنترال لوب. يعني ايه سنترال؟ حراسه. بالظبط اللوب الحارس. ساين هبله، ساين هبله بس كان محطوط في الريتم. اول لوب بيحصل فيه باراليتيك ايليس. طبعا لو العيان ده اتصاب بالاكس راي بعد 24 ساعه والكونديشن كانت بروجريسيف هنلاقي الانتستين كلها ايه؟ كلها دايليتد. الناس بقى فيها كلها ايه؟ باراليتيك ايليس. على فكره التو ساينز اللي هقولهم دول يعني اهميتهم مش كلينيكال، اهميتهم بس في الام سي كيو والريتم ان هم بيحبوهم. دي حاجه ممكن اعلمها لك عشان هتفيدك في حياتك وانت دكتور. زي مثلا ان السي تي خد بالك ما يبانش غير بعد قد ايه؟ 24 ساعه. دي معلومه جايه تبقى الامتحان مهمه بس ليك انت في حياتك كدكتور لازم تبقى عارفها. ودي معلومه في حياتك مش مهمه بس الامتحان هي اللي ايه؟
بيحبوها سنترال لوب والساين الثاني دي سنترال لوب دي بقى بيحبوها برضه دي اسمها كونو كات اوف ساين. تعالوا بقى نتفرج مين دي عمرو يا مجدي اللي فوق دي؟ ايه؟ ستومك برضه دي الاستومك. احنا في ثانيه اعدادي احنا في ثانيه اعدادي ففي ثانيه اعدادي كان في كولون كده وكان في كولون كده. ده اسمه ايه الكولون ده؟ اسالني كولون واسمه الكولون ده ايه؟ ترانسفيرس كولون تمام؟ ايه الغريب اللي في الاشعه دي؟ ديسندنج مش باين. حد شايف ديسندنج؟ ديسندنج مش باين تمام؟ فلما دي لما قبل عام دين اكس راي فالاسندنج كولون يبان والترانسفيرس كولون يبان والديسندنج ما يبانش دي اسمها كولون كات اوف ساين. كولون كات اوف ساين وقف يعني كولون. طب ليه كولون بيحصل فيه كات اوف ساين؟ عشان بيحصل سبيس في حاجه اسمها سبينك فلكشن. فمحدش عارف مين سبينك فلكشن. ده كولون. سبينك فلكشن. ديو تو سبيس اوف سبينك فلكشن. اكتبوها وبعدين افهمها لكم. الانفلاماتري ميديتور دي او الانفلاماتري بروسيس بتعمل سبيس في السبينك فلكشن. سبينك هفهمكم مين هو السبينك فلكشن. النهارده نص الناس راحت بس هي ما كانتش عارفه السبينك فلكشن. ده كولون. ده اسندي. ومين ده؟ ترانسفيرس. ومين ده؟ ديسندي. ومين ده اللي انا لافه كده؟ سيجمويد. وبعد كده في مين ده؟ الريبتا. سيجمويد بيبقى لافف كده وبعد كده الريبتا. الحته دي في الكولون اسمها ايه؟ التقاء الاسندنج بالترانسفيرس هيباتيك فلاش. التقاء الديسندنج بالترانسفيرس الحته دي اسمها ايه؟ سبينج. بالمناسبه السبينج فلاشر والحته دي كلها ريترو بروتونيال. ساعات القديمه فلويد ساعات القديمه فلويد الانفلاماتري بروسيس دي تبقى عامله سباز بالده تبقى عامله سباز بالده. اول ما يحصل سباز بالده فالهواء اللي في الكولون يقف فين؟ الهواء اللي في الكولون يقف عند مين؟ عند الترانسفيرس. الساين دي بتحصل due to سباز اوف splenic flexure. فلكشر الانفلاماتري بروسيس اللي موجوده مش البنكرياس انفلاميشن والحاجات دي ريترو بروتينية اللي يا عدنان انا اسف انت مش عدنان انت عدنان. كونو كات اوف ساين مكتوبه في الورق مكتوبه في الورق مكتوبه في الورق والله كونو كات اوف ساين كونو كات اوف ساين. اي يا حبيبي بس يا حبيبي ايوه يا عزه ده سامي برضه ريترو بروتينية بس احنا كده هنا على اليمين احنا هنا كده مش ناحيه البنكرياس احنا هنا ناحيه الليفر انما احنا هنا ناحيه البودي والتيل والسبينك فهمت؟ يعني البنكرس عامل كده يبقى مين اللي يحصل؟ عزت بيسال مش اللي يسري على ده يسري على ده؟ ايوه بس البنكرس هنا فعشان كده يحصل هنا اكتر دي اسمها كولون كات اوف ساين. كولون كات اوف ايه؟ ساين. وعلى فكره لو صبرنا شويه مع نفس الفكره لو صبرنا شويه على العين دوت كنا قاعدين من ضمن الكومبليكيشن ممكن تبتدي الاديما فلويد والبنكرياتايتس ياكل مين اللي قصاده؟ دي كانت من ضمن الكومبليكيشنز في الليف بنكرياتايتس مين ممكن يبتدي يحصل فيه فايبروزز ويتاكل؟ ترانسفيرس كولون كله بقى. بس هي بتبتدي بالسبينك فراكشن من السبينك فراكشن ريترو بروتونيل والحته دي عامل تحقيق بقى ساعدني لما نجيب تمام عشان في ناس لغايه دلوقتي مش عارفه ايه العلاقه بين الاستومك والاسوفجاس والبنكرياس والريترو بروتونيل واللاسر ساك ففي حته كده معينه هطلع معايا عمرو مجدي زي ما عملنا في العباسيه ونحاول نفهم لكم ايه العلاقه بين الثلاثه. في ناس عندها ناس بتضرب عايزين نعالج العيال. هنعالج العيال. فالأهم تأكيد بنكرياتايتس بتعالج ازاي بقى؟ بتعالج كونزرفتيف. علاج كونزرفتيف. يعني زي ما العيان جاله أكيد بنكرياتايتس ده سيلف ليميتنج ديزيز إن شاء الله ربنا يكرم العيان وإيه؟ ويخف. ممكن نفتح النور. زي ما العيان جالها اكيوت بانكرياتايتس ده سيلف سيلف ليميتنج ديزيز. كتاب القصر العيني الاخضر اللي احنا عمرنا ما فتحناه يعني كاتب ان علاج الاكيوت بانكرياتايتس احسن حاجه انك انت تعمله 6 ار. ادي ار ادي ار ادي ار العلاج كله بالار ادي ار ادي ار
في البلد احنا ما بنعالجش العيان، هو العيان بيخف ايه؟ لوحده. امال احنا بنعمل ايه بالاراضي؟ اه بالجدع بنسبورت العيان، ده بالانجليزي. بالعربي بنعمل ايه؟ بنلصم العيان. العربي احنا بنلصم العيان عشان ما يموتش مننا، وهو ربنا هيكرمه ايه؟ اه بيخف لوحده. فاول ار عندنا هنعملها للعيان دي في الاكيوت بانكرياتايز هم 6 ار. اول حاجه هنعمل له وقت ريليف ليه؟ ليه؟ العيان بيصوت من فين؟ اسيبه انتيني كوبي ولا اديله انالجيزك؟ اديله انالجيزك. تمام. مبدئيا ما نديش مورفين. طبعا عندي سيفير بين وما ينفعش معاه كتافاصل، ما ينفعش معاه البنادول، ما ينفعش معاه البورتالين. ده عيان بيصوت من فين؟ انا عايز اديله حاجه ايه؟ سترونج جدا. فممكن زمان كانوا بيدوا مورفين، بس لو مورفين في خدوه، المورفين بيعمل ايه؟ سبازم سيمتر موضي. فما ينفعش تدي مورفين، بيزود الاكيوت بانكرياتايز. ما ينفعش تدي مورفين. فمالك ادي بيسلين. البيسلين ده حاجه زي المورفين بالظبط. بيسلين حاجه زي المورفين، بيعمل سبازم اقل والكتر كتير. لو هتدي بيسلين ادي برضه اقتصادي معاه وقت. حاجه عندي سبازموتر. بوسكوبان تمام. اي حاجه عشان ما يحصلش سبازم سيمتر موضي. هندي بيسلين يا عادي. ذكاء انت اسرع من انت بتقعد تصلحها في البيت وتظبطها تمام. فمع مع العيان هنعمل له ريليف للبين بيسيدين وانتي سبازموتر. طب مين حاجه جديده في الريليف اوف بين؟ يعني ايه اللي دلوقتي ممكن نديه بدل ما العيان يقعد يمشي على مورفين يطلع ولا بيسيدين يطلع ادكت؟ لا ترامادول هيضرب تيمو. لا مش هنديله تيمو. هنعمل ايه الريليف اوف بين؟ هنجيب واحد بتاع تخدير محترم شاطر كده في التخدير، يروح مديله حقنه في ظهره، والحقنه اللي في دي يقعد يدينها، يقعد يديله منها انالجيزيك كونتينوس. اسمها ايه الحقنه اللي في دي اللي بياخد منها انالجيزيك كونتينوس؟ ايبيديورال. ايبيديورال ايبيديورال. خدتوا ايبيديورال في النساء ولا لسه؟ الانتيميت دلوقتي بتولد ايبيديورال انستيزيا. الايبيديورال دي لا بيدوا انستيك بقى محترم، بيدي بريفان حاجات بتاعتهم. هو بيركب بتاعه وبيدي انستيك محترم، بس بتهيألي اسمها دي بريفان. حاجات بقى تبع التخدير ما فهمش انا فيها. تمام. المهم العيان عملنا له ليف للبين. نمره 2 طبعا لازم نعمل ايه في العيان بقى؟ لازم نعمل ريسبيراتوري سبورت. لازم نلصمه ريسبيراتوري سبورت. ازاي هنلصمه ريسبيراتوري سبورت؟ ان اساسا العيان مش عارف ياخد نفسه، العيان مش عارف ياخد نفسه من البين واحتمال يدخل في وط. في ار دي اس العيان يا سمير لازم يمشي على ايه؟ ازيك يا كريم؟ لازم يمشي على ماسك اوكشن. حط العيان ماسك اوكشن. والعيان لازم جنبه بنتليت. وعلى فكره العيان مكانه مش في الاسم. مكان الاكيوت بانكرياتايتس الصح ان هو مش في الاسم. مكانه فين؟ في الاي سي يو. ده المكان الصح بتاع الاكيوت بانكرياتايتس. فانت لو سمعت مثلا عن حد وحد جرب بيسالك اصل عنده كام حد في البنكرياس ودخلوه الرعايه اقول له صح حضرتك، هو الاكيوت بانكرياتايتس مكانه في الاي سي يو مش مكانه في الاسم. امتى هضطر اعمله فنتليتور؟ يعني امتى هضطر اركبه الاندوتراكيال تيوب واقلبه على ميكانيكال فنتليتور؟ لو دخل فاضي في ار دي اس. تمام؟ عملنا له ريسبيراتوري سبورت. نمره 3 يفضل ياخد ريزيستنت للانفكشن او ياخد بروفلاكتيك انتي بيوتكس. ليه بياخد بروفلاكتيك انتي بيوتكس؟ عشان هي اكيوت بانكرياتايتس كيميكال ما يحصلش عليها وقت. سكندري انفكشن. ما يحصلش عليها سكندري انفكشن. ذكي يا عريس. تمام؟ فالعيان يفضل ياخد كل الناس بيبصوا له مش حاجه غريبه يا ياخدوا ان شاء الله تعيطوا عليه يا فتح تعيطوا عليه انتوا تمخمصوا شبابكم هو ده طلع عين معاهم طلع عين بس مش فاهم فاهمين الدنيا غلط تمام. فالعيان لازم ياخد انتي بيوتكس وتبقى انتي بيوتكس قويه جدا 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 عشان ما يدخلش في سلسله الانفكشن. الناس اللي معاه الورق الكبير هيقول كاتبين عليها دي بيت. يعني ايه عليها دي بيت؟ اللي معاه الورق الكبير، ده اللي معاه الورق الكبير في السمري بيدي انتي بيوتكس. يعني لما عملوا بيبرز يا يوسف انت عارف انت البيبرز؟ يعني ايه بيبر؟ يعني ورق ابحاث. يعني لما عملوا ابحاث، لما عملوا بره لما بيعملوا ابحاث ويشروها في البوب مات او الامريكان جورنال اوف سيرجي او وات ايفر، يعني لقوا ان البروجنوز في الاكيوت بانكرياتايتس خد او ما خدش انتي بيوتكس ما ايه؟ ما فرقتش. فقال لك مش فارقه. بس احنا كاندر جادوت احنا مش بنعمل بيبر، احنا بنكتب كلمتين ليه؟ للدرجات. فالدرجات هندي العام وات؟ انتي بيوتكس. هندي درجات انتي بيوتكس.
ممكن وانت بتكتب بقى يعني في الماجستير في الاكيوت بانكرياتايتس، لو انت جالك اكيوت بانكرياتايتس ماجستير، انا جالي اكيوت بانكرياتايتس بكالوريوس وماجستير، جالي مرتين. لما كتبته بقى في الماجستير كتبت كده اولزو ان في سام سيرجز ما يحبوش يدوا ايه انتيبيوتكس، انا لقوا ان البيبرز قالت انها مش فارقه، بس احنا هندي ايه انتيبيوتكس. نمره اربعه، لازم نعمل راست للجي اي تي، لازم نعمل راست للجي اي تي. يعني ايه نعمل راست للجي اي تي؟ يعني ندي سوماتوستاتين. ليه ندي سوماتوستاتين؟ عشان نقلل البنكرياتيك سكريشنز، اللي كل ما بتطلع بنكرياتيك سكريشنز بيحصل لها ايه؟ اكتيفيشن، وتبتدي تاكل في البنكرياس زياده، فانا عايز اوقف البنكرياتيك سكريشنز. احسن حاجه توقف البنكرياتيك سكريشنز مين؟ سوماتوستاتين. السؤال ده اللي عليه ديبيت كبير، السؤال اللي عليه ديبيت جامد جدا 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 في الاكيوت بنكرياتايتس. ده الاكيوت بنكرياتايتس ياكل ولا ناثينج بير ماوس؟ يعني لو عندي انا عندي اكيوت بنكرياتايت وعملت له ليك الفيل وعملت له سبارات سبورت واديته اي في فلويدز، من ضمن الاعراض طبعا هنا هنعمل ريبليسمنت للفلويد لوس، ريبليسمنت اوف فلويد لوس، تمام؟ اوكله ولا ما اوكلوش بقى؟ اقول لك ازاي اشرب ميه، اشرب حاجه ساعه. هو طب تعالوا نتكلم مع بعض، ايه الميزه لو كان وايه الميزه لو ما كانش؟ يعني كل حاجه ليها ميزه وعيب. ايه الميزه لو ما كانش؟ لو الميزه لو ما كانش ان العيان ما بيكبرش، فبالتالي في ده الجي اي تي. وانس العيان كان، وانس العيان كان، وانس الاكل وصل الديودرم، وانس الاكل وصل الديودرم، مين بيطلع من الديودرم؟ كوليسيتوكاينين باسمه الثاني، اسمه الثاني كان اسمه ايه؟ بانكينوزايمين. ما انتوا ما اعرفش ما عجبتكمش ليه بانكينوزايمين، انتوا كوليسيتوكاينين ونسيتوا مين؟ بانكينوزايمين. وانس طلع كوليسيتوكاينين، بانكينوزايمين ده بيطلع ايه من البنكرياس؟ بانكرياتيك انزايمز، يحصل لها اكتيفيشن، يبقى انا ما ينفعش اكل. ده الكلام ده زمان. لقوا بقى ان العيانين ما بياكلوش، لسه ما قلتش، لقوا ان العيانين ما بياكلوش، افهموا القصه، بيحصل لهم ميكوزال بارير فيلير اكتر. هو ايه حته الميكوزال بارير؟ لو بيحصل ميكوزال بارير يا كريم، لما الميكوزال بارير بيفيل البكتيريا ايه؟ بتطلع بره. لقوا ان الاكل، يعني في ميزه للاكل، في عيب للاكل انه بيطلع بنكرياتيك انزايم، بس في ميزه للاكل. الميزه بتاعت الاكل، الاكل بيحافظ على مين؟ على الميكوزا الباري. الاكل بيحافظ على الميكوزا الباري. فانا دلوقتي عندي ميزه وعيب للاكل، وعندي ميزه وعيب للاكل. طب هتغلب على الموقف ده ازاي؟ يعني بالظبط، لا يعني نص نص يعني؟ الوكيل سندوتش فول نص يعني؟ اديني نص وجبه يا باشا. يومين من غير اكل يعني يوم صيام ويوم فطار ولا ايه؟ برافو عليك. يبقى احسن حاجه بقى ان احنا نديله اكل، بس الاكل ده يعديش على الديودرا، ما يعديش على الديودرا. وانس الاكل عدى على الديودرا بيطلع كوتيتو ايه؟ فاهمين فاكروا ضمير؟ انا عايز اوصل الاكل بعد ما يعدي مرحله الديودرا يدخل الاكل على مين على طول؟ على الجوجن. طب دي اعملها ازاي؟ يعني ازاي اعملها ان انا اديله اكل عن طريق الجوجن بس من غير ما يعدي على الديودرا؟ اعملها بطريقتين، بتتعامل بطريقتين، بتتعامل بطريقتين. اول طريقه ان احنا نركب له دي، ودي ما اسمهاش راي، ما اسمهاش راي، لان الراي اخرها فين؟ في الاستومه. انا هركب له الثانيه، الثانيه اسمها جوجنال تيوب او نيزو جوجنال تيوب، توصل لغايه الجوجنال. نركب له دي وياكل منها. ده البس فيه دي. فيدنج الكلام ده يمكن مش مكتوب في الورق، الكلام ده مش مكتوب في الورق. البست فيدنج دلوقتي عن طريق نيزل جوجنال تيوب او الثانيه. النيزل جوجنال تيوب دي بتركب اندر اندر ايه؟ لا مش يعني سيزيا اندر فاليا. يعني عن كده يدرخوه ويركبوها له. دي مش محتاجه انستيزيا، دي محتاجه مهدئ او محتاجه تعاون من العيان عشان يركبوا نيزل جوجنال ايه؟ تيوب. ايه الاوبشن الثاني غير نيزو جوجنال تيوب؟ ايه الاوبشن الثاني؟ الاوبشن الثاني ان احنا هنجيب العيان، هنجيب العيان وندخله اوضه العمليات يا شادي. قول يا منى. انت منى ولا منى يا بابا؟ انت منى، قول يا منى. تمام. هنجيب العيان وندخله العمليات. وهنفتح بطنه يا بلوكال يا بجنرال انستيزيا على حسب العيان. ممكن بلوكال وممكن بجنرال، فتحه صغيره قد كده. يطلع بطن عام فتحه صغيره.
وبعد ما نفتح بطن عين فتحه صغيره يا مايكل هنروح جايبين انبوبه غالبا بنجيب قسطره اليورين يعني هي احسن واحده بس من غير يورين طبعا. هنروح جايبين قسطره وحطينا هنا ومطلعينها من جلد العين من بره. والعين يبقى طالع منه انبوبه كده. الانبوبه دي نحن فيها ايه بقى؟ هنجيب بقى بعد كده سرنجه هنجيب سرنجه ونحن فيها اكل. اهل العين يقول العين مثلا ايه؟ يعملوا شويه رز بنص فرخه كده في الخلاط. بجيب رز ونص فرخه ويحطهم في الخلاط ويحط عليهم ايه؟ 2 لتر ميه كده وفي الاخر يبقى فيه عصير فراخ في الخلاط بالرز. انا مش بهزر بتكلم بجد. ويبتدي مثلا كل ساعه كده يديله كوبايه. كل ساعه يديله كوبايه. طبعا الكوبايه يعني كوبايه ويروح مشفط منين بالكوبايه؟ بالسرنجه بالظبط. ياخد الكوبايه بالسرنجه ويبتدي يحقنها مثلا على مدى نص ساعه ساعه وربع كده. طبعا دي شغله النيرس بس في مصر هنا شغله مين؟ يعني ممكن تبقى قريب العام ممكن تبقى العام نفسه مش مشكله بالظبط. هو بيوكل نفسه بنفسه. اسمها فيدنج جينوس. حالا سبع سنك النهارده مش متالقه تمام. فده بس فيدنج للعيال عن طريق يا اما نيزو جوجينال تيوب. دي اسمها ايه دي؟ نيزو جوجينال تيوب. ودي اسمها ايه دي؟ فيدنج جينوس. وبالتالي في فرق بين الاثنين. ها واحده بتركب اندر مهدئ والثانيه بتركب اندر وات جنرال او لوكال انستيزيا. دي فيدنج جلوسومي ودي نيزو جيجن. دول فايدتهم ايه؟ وصلوا الاكل فبالتالي الجزء البرق حبايبك وصلوا الاكل بس عدوا مرحله مين؟ الديودرم. ده البس دلوقتي. وعشان امان النهارده متالقه امتى بقى لازم العيال يمشي على تي بي ان؟ يعني في بقى حاجه كده غصب عني غصب عني يا نور نور صح ولا نوران؟ غصب عني يا نوران في حاله هتقابلني بقى ان العيال لازم يمشي على تي بي ان. امتى العيال بقى لازم اجباري يمشي على تي بي ان؟ نو واي. لو العين في سيفير وقت باراليتيك ايليس. لو العين باراليتيك ايليس يبقى لازم يمشي على تي بي ان. ده نو واي. ما تديله ازاي اذا كان هو بيرجع وهنا بتدخل مشلوله. يعني على فكره مش شرط عندك عنده باراليتيك ايليس زي يعني لو جبت بانكرياتيتس دي مايت ممكن ما تدخلش في وقت باراليتيك ايليس تمام. يبقى اول واحده عملنا ليفو بيه فين؟ الثانيه عملنا وقت ريبليسمنت للتيبل دي مهمه جدا. الثالثه عملنا وقت ريسبيراتوري سبورت. الرابعه عملنا وقت ريزيستنت للانفكشن. ار 5 عملنا وقت ريست للجي اي تي. ار 6 لازم نعمل له ايه؟ اي ار سي بي بيتعمل في كول ستون ايه؟ بانكرياتايتس. اي ار سي بي الار 6 لازم نعمل له اي ار سي بي. العام بتاع الاكيوت بانكرياتايتس بيعمل اي ار سي بي از سون از بوسبل. يعني لو عندي عيانه عندها كالكو اوبستركتيف جوندس عاديه وعندي عيانه عندها اكيوت بانكرياتايتس دخلوا لي يوم السبت في حوزتنا 5 جرام وبكره يوم الاحد محتاج اعمل اي ار سي بي واحد هعمل مين؟ هعمل بتاع الاكيوت بانكرياتايتس ولا بتاع كالكو اوبستركتيف جوندس العاديه؟ ده يعمل اي ار سي بي اسون اس بوسبل. وعلى فكره عيان كده لسه ما خفش. يعني القصه بتبقى ازاي؟ يعني يعمل اي ار سي بي اسون اس بوسبل تمام؟ بعد ما يعمل اي ار سي بي اسون اس بوسبل هنكرم ربنا يعني هيكرمه ان شاء الله العام هيخف. العام بياخد قد ايه عشان يخف مينيمم اسبوع؟ يعني عشان يخف من الاكيوت اتاك دي مش اول ما بيعمل اي ار سي بي بيخف ها؟ مش اول يناير فبنعمل له اي ار سي بي بيخف. العام بياخد له تقريبا اسبوع عشان يخف. ماشي يا زينب؟ يبقى العام عملنا له اي ار سي بي دخل في حضرتنا السبت. عملنا له اي ار سي بي من حد الصبح. العام ده هيخف امتى ان شاء الله؟ السبت اللي بعده. العام كده فاضل له حاجه ولا في سميتي ولا كده العام خلاص؟ العام فاضل له حاجه في سميتي. فاضل له ايه في سميتي؟ يعني العام فاضل له ايه في سميتي؟ فاضل له ايه في سميتي عشان ما يجيلوش كرانت بانكرياتايتس؟ يعني نعمل كل ستين. يعني العام بتاع الاكيوت كول ستون بانكرياتايتس ده في يوم من الايام لازم يعمل ايه؟ كوليسيستيك. لابروسكوبي كوليسيستيك. السؤال بقى السؤال زودوه في الورق. امتى نعمل لابروسكوبي كوليسيستيكتومي في الاكيوت بانكرياتايتس؟ يعني مثلا عيان خف من الاكيوت بانكرياتايتس هروحه بيتهم وبعد ما اروحه بيتهم هجيبه بعد قد ايه يعمل كوليسيستيكتومي؟ الجعان دخل السبت عمل ايه في امتى؟ لحد الصبح. العيان ده خف امتى؟ الحد اللي بعديه او السبت اللي بعديه. يبقى انا هروحه بيتكم السبت او الحد هجيبه امتى يعمل كل ستين؟ ثلاث شهور ها؟ تفتكروا اجيبه امتى يعمل كل ستين؟ يعني كان في حاجات اجابتها ثلاث شهور. ايه اللي خلاك اجابته ثلاث شهور؟
اللي هو كل ستين من بعد كالت وخسرت بايه؟ جونز. قول يا بيتر بدل ما انت بتطلع قول يا حبيبي معلمي من جوه يعني. طب قول يا لورنس انا ما اعرفش عظيم. قول يا عريس ما اعرفش عظيم. خدت على مشامي بسنة سبع تمام؟ ها؟ قول يا عمرو يا مجد عشان تبقى استفدت حاجه بس. سيم هوستل سيم برافو عليك يا عمرو يا مجد. اللي عم روحش بيته من غير ما يعمل وقت كل ستيك. اللي عنده مش هروح بيته قبل ما يعمل كل ستيك. كل ستيك بتتعمل بعد ما الاكيوت بانكرياتايتس تخف قبل ما اروح بيته. دي بنسميها في السيم ايه؟ هوستل سيم. في السيم هوستل سيم. يعني لو قررت المعلومه دي مهمه جدا 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 جدا. الكل ستيك مين؟ والاكيوت بانكرياتايتس بتتعمل اول ما الاكيوت اتاك تخف في نفس قعده المستشفى، ما يروحش بيتهم. طب لو روح بيتهم هيحصل ايه يعني؟ اه بالظبط، الفيبرز اللي اتعملت يا عم يوسف، الفيبرز اللي اتعملت لقوا ان العيان اول ما يروح بيتهم غالبا هيجي له وقت. رجاله بانكرياتايتس قبل ما يجيبوا يعمل كوليستيك، فعشان كده اتفقوا خلاص، اتفقوا ان الكوليستيكمي بتتعمل اول ما الاتاك تخف يا ما في السيم ايه؟ ذكاء عاصف، في السيم هوستل ايه؟ ستيك. تمام؟ ايوه مين بيسال؟ في السيم هوستل ستيت. يبقى العلاج از مينلي كونزرف. العلاج از مينلي كونزرف. اكيد بانكرياتايتس العلاج كونزرف. تفتكروا مين اهم عرض في الست؟ يعني لو جالك في الام اس كيو ذا موست امبورتنت سبيسيفيك تريتمنت فور اكيوت بانكرياتايتس نختار مين اهم عرض في الست؟ مين اهم عرض في الست؟ او بلاش بيدي عليها دي بيت. مين اهم ار من خمسه غير الار تي ار سي تي؟ ريسبيرتوري سبورت ولا ريبليسمنت في فيود ولا ريزيستنت اوف انفكشن ولا الريليف اوف بين؟ مين اهم ار في كلهم؟ الريليف اوف بين. اهم ار فيهم كلهم ريبليسمنت اوف فيود. هي دي بتلصق من عندك كده. اهم ار يا نايم ان انا اعمل له ريبليسمنت اوف بين فيود. لان وانس عنده فيود بص يا دي نيله والعيان هيموت من ايه؟ تعالوا نحسبها مع بعض. العيان بيموت من ايه بالاكيوت بانكرياتايتس؟ من سيرس. من سيرس. واساس السيرس ايه؟ ايه اللي شيته بتاع السيرس؟ هايبوفوليميك شوك. سكين هايبوفوليميك شوك. يبقى انت كل ما تخلي العيان كل ما تخلي العيان دوت اللي ممكن كويس مفيش فيه نص العيان ده ما يدخلش في وقت. في السيرس. فاساس العيان اساس العيان اساس العيان كتريتمنت از ريبليسمنت اوف اي بي ايه؟ فلويدز. طيب امتى افتح العيان؟ يعني ايه اللي يخليني افتح انا اكيوت بانكرياتايتس؟ ولغايه دلوقتي في ناس كتير قوي سالت هو ايه علاقه الاكيوت بانكرياتايتس بالجراحه؟ لغايه دلوقتي العيان كان ممكن اي حد بتاع ايه؟ بتاع بطنه بتاع رعايه يمانج اكيوت بانكرياتايتس. العيان ما اتلمس. العيان حط في الرعايه ومن الرعايه على بيتهم بس ممكن احنا كان ممكن يخلوه مثلا في رعايه البطنه ويبلغونا نعمل لهم احنا هنعمل له سيستم قبل ما نروح بيتهم. امتى بقى نفتح العيان؟ قبلها مش هيمرج. احنا بنفتح العيان اللي هو بيوصل لمرحله العنيفه خلاص والعيان بيموت. لا مش ابسس نكروتايزنج. الابسس بتعمل له حتى درينج ممكن الترا ساوند جايد يعني بنضطر ان اوبن العيان لو في نكروتايزنج وان بنكرياتايتس. بص المرحله البنكرياتيك نكروز بالمناسبه صحيح عرفت ازاي البنكرياتيك نكروزز؟ يعني ايه اللي يخليني اقول العيان ده في مرحله البنكرياتيك نكروزز؟ كلينيكالي العام متنيل كلينيكالي العام متنيل وايه تاني؟ وسيتي وسيتي الاثنين مع بعض. عرفت ان العيان وصل مرحله البنكرياتيك نكروزز العيان كلينيكالي متنيل العيان كلينيكالي متنيل. وعلى فكره ربنا يخليكم دايما احنا لما نيجي نشخص عيان العيان بالنسبه لنا حاجتين. انتوا بالنسبه لكم ده العيان ده عباره عن مجموعه من التحاليل. احنا في الجراحه العيان اهم يكون تحاليل في في عيان المفروض نزار جيم وات؟ كلينيكالي نزار جيم كلينيكالي. فهمتوا؟ يعني ممكن مثلا السي تي يقول لي في بنكرياتيك نكروزز تمام؟ ممكن السي تي يقول لي في بنكرياتيك نكروزز بس ممكن اللي عنده مثلا يكون بيلعب بينج بونج في الاسم وبيتخانق مع اصحابه يبقى ده كلينيكالي ايه؟ كويس. نشوف بقى مشكله السكي يطلع سكي هو اللي غلطان مش العيان هو اللي ايه؟ غلطان. قبل ما نحكم دايما في الجراحه كده قبل ما تحكم على العيان باشعه انت لازم تحكم على العيان ايه؟ كلينيكالي الاول كلينيكالي الاول تمام؟ الدكتور علاء عندنا خمسه جراحه قالت يعني كان دايما بيعلمنا ايه؟ بيقول لك انت ولا تعمل انفستيجيشنز ولا بتاع انت بص في وش العيان خلي عندك كده بصه في وش العيان لما تبص في وش العيان تعرف اذا كان عندك كويس ولا العيان ده ايه؟
في وقت في مشكله بصيتك خش العيان بتفر تمام، الفيشز بتاعت العيان بلا تحاليل بلا اشعاعات بلا زفت، بطن العيان بطن العيان مريحه ولا بطن العيان ايه؟ موليه. شوف الكلام ده انا فاكره ازاي، انت تبص تخش العيان شوفه كده كويس ولا لا، وبعد كده حط ايدك على بطن العيان فهتلاقي الدنيا كويسه مفيش ايه؟ جيت. ده اللي هو كلينيكال. وكان دكتور نبيل هو رئيس القسم دلوقتي برضه واحنا صغيرين كان بيعلمنا جمله كده، كان بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا طول ما العام بتاع الجراحه بتاعك، كان بيقولها لنا كده، طول ما العام بتاع الجراحه بتاعك بياكل وبيشرب وبيتفكيت الطعم العام ده ايه؟ زي الفل. لان اي مشكله في بطن العيان، اي مشكله في بطن العيان باص بانكرياتايتس بيروتونايتس لازم تعمل ايه في الانتستين؟ بوليتيكيليس. يبقى العام ده وانس عنده بوليتيكيليس ولا يعرف ياكل ولا يعرف يتفكيت، اكيد هيقعد ايه؟ يرجع. فشوف الجمل دي، بص في وش العيان تعرف اذا كان ده توكسيك ولا لا، بص على بطن العيان كلينيكال دي بطن سيركل ولا بطن عادي، اللي عنده بياكل وبيشرب وبيديفيكيت يبقى عنده زي الفل. ايوه ليه؟ فين؟ لا هي الحته خلاص بصي الاكيوت بنكرياتايتس خد مثلا ثلاث ارباع بنكرياس تمام؟ السالفه ثلاث ارباع بنكرياس كل السالفه بتاعتها هو ماجستير. بعد كده اللي بيحصل هنا ده مش اماليز بكاس، ده انفلاماتوري ريسبونس ما فيهوش اماليز. واخد بالك؟ يعني الحته لما خلاص عدت مرحله دي ما للنكروتايزنج برضه الاماليز ايه؟ سابت. عملنا كده زي الاكيوت هيباتايتس خلاص يعني. مش في الاكيوت هيباتايتس حتى ليه؟ قالوا لكم ليه بقى النظام بتاع نورمال؟ ليه بقى؟ طيب دي اول حاجه فتحناها عشان النكروتايزنج. ولو فتحناها النكروتايزنج على فكره ما لهاش غير حل واحد، انك انت تقعد تشيل في النكروتيك تيشر في البنكرياس، تقعد تشيل في النكروتيك تيشر في البنكرياس، عمليه وسخ كده اسمها ايه؟ نيكرو زيكتومي. نيكرو زيكتومي يعني نشيل وقت النكروتيك تيشو بين قوسين بيسموها ديبرايدمنت. عملنا ديبرايدمنت للبنكرياس. وعلى فكره المورتاليتي فيه عاليه جدا. المورتاليتي فيه عاليه جدا 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 جدا. والعيان الوحيدة اللي أنا يعني ساعدت فيها كانت البروتازين بانكرياتايتس وعملنا لها بانكرياتيك ديبرايدن اتوفت بعديها بيومين. اتوفت بعديها بيومين. وعلى ما أتذكر في العانة دي، العانة دي كان في حاجة غريبة جدا جدا. هو مين الأورجن ورا البانكرياس؟ سبلين. مين تاني ورا البانكرياس؟ أورطة. مين تالت ورا البانكرياس غير الأورطة؟ أي بي سي بالظبط. أنا فاكر في العانة دي أقسم بالله في العانة دي كان أستاذ عندنا شغال العانة دي بيحط إيده عشان يشيل النكروتيك إيه؟ تيشو اللي فين؟ في البنكرياس. صدقوني القصه دي حاصل لا صباعه جوه الاي بي سي، صباعه ده داخل جوه الاي بي سي لان اوريدي البنكرياتيك انزايمز طلع كانت مين وراها؟ الاي بي سي. ولان انا طبعا فتح فيها مش فظيع راح بالعقل كده ادي الاي بي سي راح حط عليها وقت كلام ونادى مين؟ عشان يعملوا ريبير. لا مش عن استموزس، عشان يعملوا ريبير. والان طلع في الاي سي يو وتوفت بعديها بيومين، والعمليه كانت يوم حد، والان اتوفت تاني. ما عليك. عملنا نكروتايزنج بانكرياتايز. امتى تاني بفتحه؟ فتحته غلط. فتحت العين غلط. يعني ايه فتحت العين غلط؟ يعني انا هناخد دلوقتي مثلا اللي هناخد بعد كده ان اللي بيجي لي بروتونايتس حط لها بتاعته ده اكيوت ابدون وهفتحه، وهجي لي تستنى اوبستراكشن يا سلمى ده اكيوت ابدون وايه؟ وهفتحه. وهجيب ستريك بس الوفيوجن هيكون ابدومن وهفتحه. واحنا غالبا ما بنوصلش فاينل دايجنوز يا سمير في الاكيوت ابدومن، يعني بقول البطن دي جراحيه، البطن دي تحتاج تتفتح، غير لما اعمل ايه البطن العام؟ افتح. فده العام اتفتح ده المفروض يعني اتفتح غلط. اتفتح لانه مثلا ايه؟ ام بي او ستريك بس الوفيوجن، اتفتح لانه بيربوريتد بيو. يعني في ميت فور هنا. نسينا مثلا نعمل سي تي. لو كنا عملنا سي تي كنا لقينا في اكيوت بانكرياتايتس. البلدي هنا فتحت على اكيوت ايه؟ ابدومن. ما طلعش بقى اكيوت ابدومن بتاع الجراحه اللي احنا بنبص، طلع اكيوت ابدومن وسط. بالظبط. شكله بربريتد ديو، فتحنا بربريتد ديو، ما طلعش بربريتد ديو، طلع وسط. بانكرياتايتس. خد بالكم اللي عندي عمال بيرجع 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 في البروتيك ايليا، فانا فتحته مثلا عين وسط. انت سامر ما طلعش انت سامر طلع وسط. بانكرياتايتس. بتحصل بتحصل، مفيش حد مغسل وضاف مجنن يعني، والاحتمال الخطا وارد يعني. تمام؟ فتحته ضاف غلط. فلما فتحته بقى لقيته ايه؟ فتحته لقيته ايه؟ اكيوت ايه؟ بانكرياتايتس.
اعمل ايه في العيان؟ فتحت عين اكيوت بانكرياتايتس غلط، اعمل ايه في العيان؟ العقل يقول اعمل ايه؟ اقفله تاني والكتب كاتبه، معرفش كاتبها في الورق ولا لا، دونت مانيبوليت البنكرياس كتير، دونت مانيبوليت البنكرياس، ما اروحش العب فيه. ليه بقى دونت مانيبوليت البنكرياس كتير؟ يعني لقيت فيها اكيوت بانكرياتايتس اردم عليه وقف. برافو عليك، لو انا قعدت العب فيه كتير لا مش هتقدر تنظم، لو قعدت العب فيه كتير يعني لقيت اكيوت بانكرياتايتس شايفه بعيني بقى اكيوت بانكرياتايتس، مفيش داعي اقعد احسس عليه بقى. المهم حسست عليه انا بعمل مور دامج فيه وبعمل بدايه دي تراك، يعني انا بسهل، لو انا بقعد العب في البانكرياس بدايه انا بسهل البانكرياتيك انزايم دي تطلع على بره من الجلد بتاع الجرح بتاعي. يعني بدايه كل ما دايه بتلعب كده جوه بطن العيان، كل ما دايه بتلعب جوه بطن العيان بدايه بتعمل حاجه اسمها فيدنج تراك. عارفين يعني ايه فيدنج تراك؟ ايه؟ بالظبط، بترص الطريق او بتمهل الطريق. فيدنج تراك يعني بتمهل الطريق. المهم بقى البانكرياتيك انزايم بدل ما كانت تبقى ريترو بروتونيه او تبقى ريترو ابدومينال، ممكن لقيت بنكرياتيك انزايم وبنكرياتيك فيوم تخرج من ايه؟ مش انا فاتح بطن عيان؟ خرج من ايه بقى البنكرياتيك انزايم دي؟ خرجت من الجرح. لو خرجت من الجرح انا عندي تجي له حاجه اسمها بنكرياتيك ايه؟ فيسترا. محدش فاهمها قوي. بص يا اولاد، انا فتحت بطن عيان، فالناس مش عارفه يعني ايه ده سلسله. تعالى بقى يا عمرو، خلي فاهمهم يعني ايه ده سلسله.